لاحظوا كربون، هذا راح ان شاء الله نسوي لها فك واعاده اللي هو تنظيف عن طريق الاسيدلكو. برضه هنا نشوف الكربون اللي فيها او السواد، ممكن هذا يعزل لك الكهرباء. لو ذكرناه راح ننظف الاصابع على البطاريه. شوف الكميه اللي ظهرت، هذا قبل لا انظفها، لسه ما تنظفت. لسلاك البطاريه عشان يمنع له تراكم اللي هو الكربون.